اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج اسرار الحياه. طبعا النهارده اول حلقات اسرار الحياه في الموسم الثاني بعد العيد. النهارده طبعا استاذه ايه مش موجوده، بصبح عليها من البرنامج. صباح الخير والوالده وياسمين استاذه ايه، وان شاء الله الحلقه الجايه هتكون معانا. ادخل بقى في موضوع الحلقه. حلقتنا النهارده هتتكلم عن التشطيبات والديكورات. طبعا كل بيت من بيوتنا بيحتاج ان هو يشطب ويعمل ديكور كويس لشقته، ولكن كل بيج بيختلف عن البيج التاني في الماتيريال والخامات وفي الاسعار. احنا النهارده بدره جايبين سر من اسرار التشطيبات والديكورات مع قائد من قوات بيجات التشطيبات والديكورات، هو استاذ محمد جمال، هيعلمنا ويعرفنا سر من اسرار المهنه بتاعته. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا بحضرتك، نورت اسرار الحياه. ربنا يخليك. في البدايه عايزه اتعرف بحضرتك اكتر. محمد جمال، 27 سنه، من الجيزه، تمام، نور تشطيبات. نور تشطيبات داخليه. بدات المجال بتاع حضرتك بدري جدا، يعني احنا لما دخلنا على البيج بتاع حضرتك ما كناش متخيلين كميه الريفيوهات اللي كانت بتيجي على البيج بتاعك وسن حضرتك صغير كده. فده بيدل على الخبره ان انت بدات المجال دوت مش من سنه ولا اتنين، لا انت بقالك سنين فيه. لا بصراحه انا بادئه من فتره قريبه جدا. بس يعني انجزت، يعني انا كنت حابب مجال التشطيبات والحمد لله قدرت ان انا ادخل فيه وقدرت ان انا اثبت نفسي فيه واعمل شغل كويس الحمد لله. الحمد لله. جانا على صفحه البرنامج لما عرفوا ان انت حضرتك جاي معانا اسئله كتيره بتخص التشطيبات والديكورات. من اهم الاسئله ان طبعا انت عارف المساحات البضيقه في الشقق، فطلبوا مننا ان اي عريس او عروسه جايبين شقه مساحتها ضيقه، ازاي مثلا يخلوا التراس بتاعها واسع؟ احنا ممكن في عندنا شغل كتير نقدر نعمله في المساحات الضيقه، تمام، بتوسع معانا تمام المساحه نفسها، تمام، بالنسبه للوحده اللي موجوده معانا، سواء بالنسبه في معانا الاضاءات تمام بنقدر نتميزها، برضو بالنسبه للجبسن برضو معانا برضو، يعني كل حاجه لازم تبقى متناسقه مع بعضها تمام. يعني الفرش تمام، هو كل ده بيوحي بالوسع، ممكن كل ده يوحي بالوسع بالظبط. يعني هو حضرتك تمام، احنا دايما بنختار الدهانات بتاعتنا، الدهانات بتاعتنا طبعا هي اللي بتفتح وتقفل الدنيا. كل ما الدهان بيبقى فاتح، كل ما بيكون معانا الدهان فاتح تمام كل ما بينور معانا المكان اكتر. في برضو حاجات كتيره برضو نقدر اللي احنا نتكلم فيها بالنسبه للاسقف نفسها، تمام، يعني ممكن اللي احنا نعمل 3 دي في السقف تمام مع الالوان بتاعنا المتناسقه تمام، بتدي معانا اتساع كبير جدا للمكان. وهو ممكن ده يكون حاجات كتيره قوي ان هي ممكن، يعني خلاص العريس او العروسه مش هيشيلوا هم ان هم ياخدوا شقه ضيقه، خلاص الموضوع ده انتهى، احنا بشويه حاجات بسيطه هو دلوقتي احنا بنقدر يعني نسعد العملاء في كل حاجه، نقدر كل طلباتهم مهما كان ايه تمام، بنقدر اللي هي تكون متواجده ان شاء الله. يعني ده بيساعد كتير معانا في شغلنا. مين اللي شجعك الدخول في المجال يا استاذ محمد؟ خالي استاذ احمد جابر الدرجه دي. ازاي بقى شجعك او حببك يعني في المجال؟ انا بصراحه يعني انا من وانا كنت في اعدادي كان هو ماسك تشطيبات تمام، يعني كنت بشوفه دايما واشوف شغله، كنت بحب شغله. لاني انا كان تعليمي كان رايح لمكان تاني خالص بس يعني قدرت ان انا اخد منه كل حاجه، اخد منه معلومات كتيره، تاخد الخبره بتاعته بالظبط. يعني الموضوع اصل الدخول في المجال دوت عمالقه كبار بيخشوا في المجال ده وما بيظبطوش جداره، فده طبعا نابع من عند ربنا. يعني ده نابع من خبره، انت يعني اعتمدت على خبره كويسه وعلى اساسها مشيت الطريق على اساسه بالظبط. خيالك انت بدات يعني من اعدادي ان انت تبص على التشطيبات والديكورات، فده برضو يعني سن صغير. السن دوت تحب النادي، يحب الخروج، الفسح، لكن انت حبيت المجال ده. حضرتك كل واحد بيحب حاجه بيسعى ليها، مش مهم بقى الخروج، مش مهم الفسح، لانه كله في الاول وفي الاخر تمام اهم شيء الانسان يجتهد في مجاله. طيب ايه المراحل اللي بتمر عشان الشغل يطلع بالجوده والجمال اللي احنا شايفينه دلوقتي على الشاشه؟ حضرتك تمام، يعني احنا بالنسبة لكل حاجة لازم تكون الخامات بتاعتنا كلها ممتازة درجة أولى، طبعا بندل العملاء بتاعتنا كل حاجة فيها ضمان. يعني مثلا لازم العميل يحس براحة نفسية،
بنقدر اللي احنا نخدمه بالصوره تمام. يعني ان شاء الله هو حاطط صوره اللي هو هيكون سعيد بيها، احنا بندي له صوره اكبر من كده. اكيد طبعا بنستخدم ماتيريال كويسه تمام، نقدر اللي احنا نشتغل بيها، بنحاول اللي احنا نوفق كل حاجه مع بعض تمام. بالنسبه للسيراميك بتاعنا كل حاجه كويسه، البورسلين بتاعنا الباركيه بيمشي معانا مع الدهانات، يمشي معانا مع الاسقف نفسها، مع الفرش. لازم نعمل تصميم من الالف للياء تمام في البدايه. يعني بيبقى عندكم تصميمات مثلا يا استاذ محمد، يجي مثلا العريس او العروسه عايزين يشطبوا الشقه بتاعتهم، يعملوا لها ديكور مناسب، بس للاسف مش عارفين يعني اي حاجه، ما هم عايزين الشقه تطلع بديكور كويس، بيبقى عندكم تصميمات يقدروا ان هم يعملوا على اساسها الديكور بتاعهم؟ تمام جدا، في معانا تمام على حسب رغبه العميل، في رسوم هندسيه معانا بنقدر اللي احنا نشتغل بيها، في توصيفات بنقدر نديها للعملاء بتوعنا تمام، اللي احنا نقدر نحقق ليهم تمام التفوق تمام، وباذن الله يعني بيكونوا سعداء معانا. احنا بنبتدي تمام من البدايه بننسق مع العميل نفسه. طب حضرتك الفرش بتاع حضرتك حابب يكون الغرفه دي مثلا هنا ايه؟ نبدا اللي احنا ننسق عشان خاطر اسعده، لازم اللي انا ننسق معاه بيجي هو تمام بيتكلم معاه، بنحط الدهانات مع الفرش نفسه تمام، بنقدر نطلع له جوده ان شاء الله باذن الله بتكون حاجه. انتوا بتاخدوا الشقه على الطوب لحظه بالظبط، اي حاجه بقى جوه الشقه انتوا بتعملوها بالظبط، احنا كل حاجه بنستلمها تمام يعتبر على الطوب، بنسلمها للعميل تمام. معانا كمان خدمه الفرش برضو تمام، يعني كمان بتفرشها له بالظبط، العميل بيقدر اللي هو حابب اللي هو يتعاقد معانا على الفرش، بنقدر اللي احنا نفرش ليه يعني بكل حاجه تمام هو عايزها. في عندنا اكتر من حاجه، في باقات عندكم مثلا بتبدا السعر من اول كذا لغايه كذا، او في عندكم مثلا تقسيط. طبعا انت عارف اي شاب بيدخل على موضوع الجواز ده بيبقى شايل هم كل حاجه، فهل انتوا بقى عندكم التسهيلات ديت على الشباب؟ ان شاء الله دي هتبقى متواجده الفتره القادمه ان شاء الله، يعني باذن الله نبتدي الاول بالشركه اللي احنا نفتتح الشركه الفتره المقبله ان شاء الله، ونقدر في الوقت ده اللي احنا نقدر نعمل نظام تسهيلات على التشطيبات بتاعتنا للشباب برضو للعملاء بتاعنا كلهم. اكيد جات لنا برضو اسئله كتيره قوي، ان ناس كتيره اتعاملت مع بيدجيت تشطيبات وديكور، ولكن للاسف الماتيريال والخامات بتوع الشقه ما بتبقاش بنفس اللي هم كانوا نفسهم فيه، للاسف ما بتبقاش بنفس الماتيريال والخامات اللي بتظهر على السوشيال ميديا. كمان الوقت هنا بيبقى ضروري جدا بالنسبه للعميل. انا دلوقتي طلبت من حضرتك تعمل لي الشقه في ميعاد معين، خلاص اتفقنا، للاسف بقى كل بيدجيت التشطيبات والديكورات عندهم حكايه الوقت ده مش مهمه، لا انا هشطب لك الشقه بس سيب لي الوقت. طبعا ده بتبقى حاجه يعني مش كويسه بالنسبه للعميل، انا عايز اخلص شقتي لان انا مرتبط بمواعيد ومرتبط بحاجات معينه في الميعاد ده. انتوا بقى بالنسبه للمواعيد، المواعيد باذن الله احنا بنتفق معاه الاول، بنعمل معاينه بالنسبه للوحده بتاعت العميل، اقدر اعرف ان الوحده دي هتستغرق قد ايه معايا وقت. يعني لو مثلا تمام انا المده ونفترض اللي هي 30 يوم، انا بقدر ادي العميل مده من 40 ل 45 يوم. احنا معانا دلوقتي الصور على الهوا، حضرتك ممكن برضو تعلق عليها. ده شغلكم فعلا يا استاذ محمد؟ تمام يعني دي من ارض الواقع زي ما بيقولوا. فعلا بالظبط من قريه ستلايت. لا انا شايفه صراحه التشطيبات والديكورات يعني ماشيه جدا، يعني تحس ان السقف ماشي مع الحيطان، ماشي مع الارضيه، ماشي مع كل حاجه. استايلات كويسه وماشيه تبع العصر بتاعنا، والالوان مناسبه بالظبط، يعني ديت من ارض الواقع. يعني دي كمان في الاول وفي الاخر نقدر نقول التنسيقات دي برضو العملاء رقم واحد بالنسبه للاختيار. يعني العميل هو اللي انا بقدر اللي انا احدد معاه الدهانات اللي هو محتاجها، الارضيات اللي هو محتاجها، محتاج مثلا سرير دي في السقف، محتاج كل حاجه كمان يعني بالاتفاق طيب مع العميل. اكيد شغل زي اللي احنا شايفينه على الشاشه ده بيحتاج لوقت كبير قد ايه؟ يعني انا دلوقتي
جبت لك الشقه بتاعتي وقلت لك انا عايزه اشطبها من كله، تاخد وقت قد ايه؟ سنه؟ لا مش سنه طبعا خالص. يعني انا لسه قلت لحضرتك اللي احنا بنقدر اللي احنا نحدد المده على حسب المعاينه نفسها. تمام. بس يعني هو اقصى حاجه تمام بالنسبه للتشطيب بالنسبه للمكان نفسه. تمام. لو مساحه كبيره وضخمه اقصى حاجه 3 شهور. حلو جدا، 3 شهور يعني اديك الشقه على الطوب الاحمر تديها لي كامله. هو كده ما بيكونش شقه، كده بيكون نظام فيلا كبيره. تمام. يعني مش نظام شقه مثلا صغيره، ده لو شقه صغيره بقى هيبقى شهر مثلا. لا ان شاء الله من شهر ال 45 دي المده اللي انا محددها كمان مع اكتر العملاء معايا. معاك فريق كامل بقى؟ طبعا. كلمنا بقى عنه، وصلته ازاي؟ وثقت في الفريق بتاعك ازاي؟ لان طبعا انت عارف اي شغل لازم يبقى الكاست كله متفاهم، اساس النجاح اي عمل هو الحب بين المجموعه كلها. بالنسبه لفريق العمل تمام، يعني هم اقدر اقول اللي احنا كلنا تمام اكلنا مع بعضنا وشربنا مع بعض وعشره طعم، لان انا كنت واحد منهم. يعني انت كنت واحد منهم فعلا. يعني انا اصلا تمام انا خريج سياحه وفنادق واشتغلت في السباكه مع عمي تمام، وقدرت ان انا يعني ابص للتشطيبات. يعني انا كان بند السباكه بالنسبه للقريه، قدرت ان انا ابص لكل البنود حواليا تمام، كل المقاولين كلهم اصحابي. انت خريج سياحه سياحه وفنادق، يعني بعيد خالص عن التشطيبات والديكورات، وقدرت وتوصل في مرحله صغيره ان البيج بتاعك بدا يتعرف، بدا العملاء يثقوا فيكوا. فده دليل على ان في خبره، في اهتمام بالعميل، في الخامات ماتيريال كويسه، كل دوت بيبلور البيج بتاعكم بشكل كويس. الحمد لله. الحمد لله. طيب قولي بقى الاسعار، دلوقتي اسعار الديكورات بتحاسبوا ازاي؟ بالمتر ولا مقاوله ولا تمام؟ الاسعار عامه احنا بنقدر نحاسب فيها بالمتر. بنقدر نحط الرينج تمام على حسب مواصفات العميل. في عميل ممكن يعمل شغل كلاسيك، في عميل بيحب شغل الجبسن بورد، في عميل تاني يحب يحط يشتغل شغل بقى جديد تمام، نظام 3 دي فيوتك حوائط تمام، سواء 3 دي اسقف نفسها تمام، على حسب الماتيريال، السيراميك نفسها، الخامات، جوده التشطيب. طبعا ممكن يغير في الديزاين كامل، ممكن الفرق بيبقى مضاعف اكيد طبعا، او 3 مضاعف كمان. ايوه كل حاجه لها ثمنها. يعني انت عايز تعمل جميع الاسعار بتاعتنا عامه بتكون بالمتر. بالمتر احنا بنكون حاطين رينج معين بالنسبه للامتار، والعميل بقدر اعرض عليه سوبر لوكس تمام، لوكس تمام، الترا لوكس. زي ما هو على حسب امكانيات تمام. كل عميل، والعميل كمان بيقدر يحدد لو هو محتاج حاجات اضافيه كمان خارج عن التشطيب. بنقدر اللي احنا نعملها برضه ليه. انت لكم مقر ولا هو بس البيج بس يا اصلا؟ لا هو البيج بس. البيج اونلاين بالظبط، هو في الوقت الحالي البيج. طيب جات لك الفكره ازاي بقى ان انت تعمل بيج ويبقى معاك كاست كامل من مهندسين اكيد، من سباكين، من محاره، من دهان؟ الفكره كانت ازاي ان انت تعمل البيج ده؟ هو حضرتك دلوقتي السوشيال ميديا موجود عليها كل حاجه، افكار دلوقتي تمام، الواحد بيسعى لكل حاجه، شايف كل حاجه جديده قدامه، في تطورات تمام. لازم الانسان يفكر برضو اللي هو يوصل للهدف بتاعه تمام، لازم يوصل من طريق حاجات كتيره. اكيد اكيد. احنا طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها طبعا بتاعه كورونا، اصبحت كل حاجه على السوشيال ميديا. بس مئات البيدجات او ملايين البيدجات، للاسف كل واحد دلوقتي بيعمل بيدج، بس تيجي تختار البيدج المناسب. يعني في بيدجات للاسف الحاجه اللي بتعرضها على السوشيال ميديا مش هي اللي بتوصل للعميل، لذلك ان هم كلنا خدنا فكره ان الاونلاين مش كويس. بس احنا دلوقتي بنحاول من خلال البرنامج بتاعنا بنصلح الفكره دي، ومش اي بيج بيجي معانا، لا البيج اللي احنا واثقين فيه. ايه الثقه اللي ما بينك وبين عملائك؟ اقول انا رايحه لا لبيج محمد جمال للتشطيبات والديكور. هو في البدايه تمام انا كنت مبتدي، العملاء كلهم تمام في القريه. يعني هم كانوا عارفين محمد، وهم هو كان شغال في المجال الاول بتاعه السباكه. دلوقتي تمام عارفين محمد كويس، وعارفين اللي محمد مش هيقدر اللي هو يخلف معاهم في اي حاجه. تمام. هي على حسب الاتفاق معاهم طبعا هيتنفذ. الثقه كانت في البدايه كانت كبيره جدا والحمد لله. انت بتشتغل بايدك مع امي محمد ولا بس؟ انا بشتغل بايدي و... استاذنك في مداخله تليفونيه. استاذ محمد أتفق. الو الو صباح الخير. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك في اسرار الحياه يا فندم.
اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا بيك. احنا النهارده معانا بيج استاذ محمد جمال للتشطيبات والديكورات، عايزه رايك حضرتك في البيج. والله هو يعني الاستاذ محمد طبعا هو من الناس المعروفه يعني في التشطيبات، ربنا يخليك. اتعرفت عليه باسمه، معروف في وسط ناس كتيره يعني من في المجال ده. الحمد لله يعني احنا تعاملنا مع بعض في شغل خاص بيا، والحمد لله كان موفق فيه. عمل لي يمكن الطلبات بتاعتي، ويمكن من الميزات الانجاز. انا يعني كنت لسه اسالك، ده انجز فعلا يعني. انا كنت لسه اسالك عن مساله الوقت، انا لسه كنت بقول له ان من اهم العقبات اللي بتقف عند العميل هي الوقت. هما كانوا الوقت بتاعهم مظبوط ولا الدنيا كانت ايه؟ لا يعني هقول لحضرتك على حاجه. طبعا انا رحت على اتعرفت عليه على الاسم لما اشتغلنا مع بعض وسلمته حاجه خاصه بيا للتشطيب. لما كنت بروح طبعا لازم طبعا ان انا اروح اشرف عليها، ابص عليها على اكيد الحاجة اللي طبعا بتعمل. اكيد وببقى حاطط لنفسي مواعيد ان اروح اشوف ايه اللي حصل. كنت بروح حاطط في بالي مثلا ان احنا هنبقى في الحته المرحله المعينه دي، افاجئ الاقيه هو سبق شويه ودخل في اللي بعديها من غير ما كان حتى يعني ينتظر مني شيء مثلا ولا حاجه، فهو كان حلو طبعا. بينجز يعني. لا 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 لا، كان في الانجاز الحمد لله. الحمد لله يا فندم، الحمد لله، ودي شهاده يعني الواحد يعتز بيها. ان شاء الله كده هو، ان شاء الله. ميرسي لحضرتك يا فندم، ميرسي. لا العفو العفو العفو، شكرا لحضرتك. الف شكر. طبعا مداخله زي دي جميله، مش هنغصب عليه ان هو يتصل ونعمل، لا دي شهاده حق يعني. بيقول باشمهندس محمد تمام، من شخصيات محترمه جدا اللي اتعاملت معاها تمام، يعني محترم جدا وكويس جدا تمام. اتعرفت عليه في فتره قصيره يعني، انا كنت اتعرفت عليه بصفه غير مباشره تمام من فتره كبيره تمام، من حوالي سنه بس، ما كانش فيها تشطيبات، كان في واحده مبيعات تمام. واتفاجئنا بعدين قال لها احنا دخلنا تمام في التشطيبات نفسها، بس جالي مش من عن طريق، هو ما كانش يعرف اللي انا بشطب في الوقت الحالي. بس هي الصدف بقى تمام، جامعتنا تمام، وهو جاي الدنيا اتظبطت اتكلمني تمام واتواصل معايا، واتواصلت معاه وكانت اول مره نتقابل في الشارع عنده، والحمد لله بدانا يعني. وباذن الله ان شاء الله يعني انا سعيد جدا وهكون اسعد ان شاء الله بعد انتهاء الوحده ان شاء الله. انا دلوقتي عايز اعرف كنا رجعنا لسؤال، اشتغل بايدك معاهم؟ في الفتره الاولى تمام انا كنت بشتغل، بس في الوقت الحالي تمام انا صعب جدا ان انا اكون بشتغل، لان انا حاليا تمام بيبقى في ضغوطات معايا كتير وفي عملاء معايا كتير. بقدر ان انا اتحكم مع العملاء تمام، ما بقدرش ان انا اقف في مكان واحد، لا انا بيكون برضو اشراف على جميع الاداره يعني. بالظبط. انا بالمناسبه برضو انا ما فيش معايا مهندسين، انا المشرف بالنسبه للشغل كله تمام، يعني يعتبر حكايه المهندس او الكلام ده انا لازم انا اللي اشرف على شغل. معلش معانا مداخلة تاني. استاذنك استاذة نهى. اهلا وسهلا يا فندم، ازيك يا استاذة نهى؟ الحمد لله يا فندم تمام، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، طيبين وحضرتك طيبة. عايزين بقى حضرتك تكلمينا عن استاذ محمد جمال والوقت والماتيريال، الحاجات كلها دي. بصي، هو محمد كان بيوظف لي الشريط بتاعي في السلة، هو شخص مؤدب جدا ومحترم قوي، ربنا يخليك، وملتزم جدا كمان في مواعيده. الماتيريال كنا احنا بننزل نشتريها سوا يعني، انا كنت بنزل اشتري ماتيريال وفي حاجات هو كان بيشتريها، بس اكتر الماتيريال انا اللي اشتريتها هو كان موجود معايا. الوقت بس، وبعدين هو وظف في الوقت اللي احنا كنا متفقين عليه، وبصراحه كنت بسيب له مفتاح الشاليه، ولحد النهارده مفتاح الشاليه موجود معايا، لو في اي حاجه هو بيعملها. يعني معنى ذلك حضرتك ان هو بروفيشنال في تخصصه. قوي قوي. تمام. اشكرك يا فندم، اشكرك. ميرسي يا فندم، ده ثقه ما بينك وبين عملائك ان هي كمان مديه لحضرتك المفتاح بتاع الشاليه بتاعها، يعني دي ثقه كبيره. دكتوره ان هي كمان يعني بحمد ربنا يعني بصراحه اللي انا اتعرفت على عليها وعلى الدكتور هيثم، بصراحه شخصيات محترمه جدا 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 تمام. وبصراحه انا ما بتعاملش معاهم بالنسبه كانهم عملاء،
لا انا بتعامل فعلا بالنسبه اللي هم كعائله، يعني في احترام متبادل جدا. تمام. وبعدين هم قدروا يساعدوني كتير كمان في بدايه معايا في الشغل، اللي احنا نقدر نطلع شاليه بجوده عاليه جدا. تمام. والحمد لله. يعني من خلال الخبرة الصغيرة اللي حضرتك في المجال ده، طبعا هي خبرة كبيرة، قدرت بقى تفهم المجال ده وتمشي ازاي، قدرت تفهم نوع الماتيريال، ايه الماتيريال الكويس، الماتيريال المش كويس، السيراميك، على ما اسمع ان في السيراميك انواع، الجبسن بورد برضه حضرتك قدرت ان انت تفهم فيه، اخدت فكرة وخبرة في المجال ده. هو حضرتك انا زي ما قلت لحضرتك انا ابتديت من الصفر. يعني انا ابتديت في بند، كنت بتبص للناس وهي بتشتغل، كانت الناس دي كلها اصحابي. يعني انا كنا بندخل المخازن كلها عامه، كنا بنعرف في انواع كتير، الاف الانواع. تمام. بالنسبه للخامات بنقدر اللي احنا نبص على كل حاجه، وبنقدر اللي احنا نطلع نعرف ايه الجوده الكويسه. يعني بالنسبه للبند بتاعي انا كنت بقدر اساعد نفسي فيه. صحابي برضو قدرت ان انا اتواصل معاهم وعرفت كل حاجه وعرفت الدنيا كلها ماشيه ازاي. قدرنا ان احنا نعمل فريق ونقدر ان احنا نشتغل، وكسبت خبره كبيره جدا. تمام. من النقطه دي يعني لما اكون عارف كل البنود يبقى انا مش ناقصني حاجه اللي انا اشتغل في التشطيبات. لا طبعا ابتديت على طول. طب ايه المجال بقى اللي حضرتك كنت بتقول دلوقتي اللي انا عارف فيه بس بدات اعرف مجالات ثانيه؟ السباكه. اللي انت تجيب ادوات السباكه وتركبها وتعملها، ده كله بالزبط. قدرت اللي انت تعرفه كله بالظبط. يعني مش مجال بس تشطيبات حيطان وارض وسقف، لا ده كمان حضرتك في مجال السباكه كمان. بالظبط. ده كان اول حاجه انا دخلت فيها بعد ما طبعا يعني سبت السياحه خالص. ما انا بقول سياحه وفنادق ملهاش دعوه خالص بالتشطيبات. السياحه كانت واقعه خالص. تمام. ما كنتش حابب ان انا اخرج بره. يعني حبيت ان انا اكون في مكاني، وانا لحد دلوقتي تمام. يعني انا قدامي فرص كتيره ان انا اخرج بره مصر، بس انا من جوايا حاططها مع نفسي انا لازم اكون حاجه في بلدي. انت حبيت المجال بالظبط. اهم أنا حاجه انا لازم، يعني ما انا بصيت للمجال ده انا ممكن اقدم فيه حاجات جديده. حاجات ممكن تقدر تفيدني، ممكن حاجه تخليني ابقى اوصل للمكان اللي انا عايزه. هو دلوقتي الدراسه ملهاش دعوه خالص بالشغل. يعني بالزبط. بتكون خريج اداب تربيه وتشتغل في مجال تاني خالص. اهم حاجه الحب اللي انت غاوي ايه، انت عايز تعمل ايه. انا حابب شغل التشطيبات، حابب اللي انا اعلى المكان اعلى ان شاء الله وباذن الله. ايه الجديد بس في السريع كده اللي حضرتك هتقدمه لنا ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. تمام. يعني في حاجه في خطه انا ماشي عليها وان شاء الله قريب جدا هتخلص ان شاء الله، وهبدا اعرضها للعملاء بتوعي. فكره اللي هي بالنسبه اللي انا عايز اشغل الكهرباء الشمسيه. تمام. يعني اشغل الاضاءه كلها بالطاقه الشمسيه ان شاء الله. دي انا حاليا حاجه كويسه ماشي طبعا ماشي فيها ان شاء الله باذن الله. في فتره قصيره جدا باذن الله هقدر اعرض الشغل بتاعي. تمام. اللي هو اتنفذ فيها في نفس المكان. تمام. حابب بس تشكر مين كده سريعا لان الفقره انتهت. ربنا يخليك. انا في البدايه بحب اشكر اخوالي احمد جابر الدرجالي وياسر جابر الدرجالي، والدي واخواتي اللي هم وقفوا جنبي جدا، وعمامي. بحب برضه اشكر يعني عندي في الموقع تمام اللي وقفوا جنبي وبنوني فعلا، استاذ محمد جمعه جبريل الاعلام الكبير. اكيد. استاذ تامر العساوي. تمام. اخ وصديق كل حاجه. تمام. واقف جنبي استاذ محمد خضر. ما في اتنين وقفوا جنبي شخصيا. تمام. بحب اشكرهم. احنا كمان بنشكر حضرتك وبنتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق ان شاء الله يا استاذ محمد. ربنا يخليك. وبكده تكون نهايه الفقره الاولى بتاعتنا. انتظرونا وفقره تانية عن لبس المحجبات.